احنا معانا بقى حاله الاثنين انفصلوا واتطلقوا ورجعوا، بس بقى الافيه في الموضوع ان الست هي اللي كانت متعنته، والست هي اللي كانت شخصيه وهي اللي كانت يعني اللي كده يعني قويه شويه. تعالوا نشوف رجعوا ازاي. تعرفت على محمد من فترة طويلة قوي، كنت تقريبا حوالي عندي 17 سنة أو 18 سنة. تعرفنا عن بعض بقى، كنا بنروح النادي ونتقابل وكده يعني. بعدين جيت تقدم لي، تقدم لي بعد حوالي 5 سنين يعني من معرفتنا ببعض. تقدم لي وبابا وافق واتخطبنا، وقعدنا حوالي سنة ونص مخطوبين. وبعدين اتجوزنا، قعدنا 8 سنين متجوزين. 8 سنين دول ربنا كرمنا وخلفنا زياد وبعدين إياد وبعدين زينة. بعدين حصلت بينا مشاكل، ضغوط الحياة بقى، مشاكل عصبية عند مني عند منه، مشاكل كانت كتير يعني، فما قدرناش نتحملها وانفصلنا. قعدنا 2 سنين منفصلين. الفترة دي كانت صعبة علينا كلنا، أنا وهو والأولاد. حياتنا ما كانتش مستقرة وحياتنا ما كانتش مظبوطة كلنا. أنا كنت بشوف ده طبعاً دوت في ولادي وفي عينيهم وفي كلامهم في طريقتهم. أسلوبهم اتغير جداً، سلوكهم اتغير جداً. بقوا على طول بيعيطوا من أقل حاجة، يتضايقوا من أقل حاجة، إحساسهم بقى زيادة عن اللزوم، مش زي بقية الأطفال ومش زي حياتهم الطبيعية اللي هم كانوا عايشين فيها يعني. فلما محمد فكر، هو بصراحة هو اللي فكر إن هو شايف ده في ولاده وشايف ده فيا وشايف ده في نفسه، فهو اللي فكر ان هو يلم البيت تاني والأسرة تاني. ابتدى يبقى فيه كلام بينا يعني، وبعدين جابها لي كده مباشر، قال لي خلاص انا شايف ان الحل ان علشان الولاد وده نفسيه تعبانة والولد متأثر بكذا والولد والبنت متأثرة بكذا، مشاكل كده ابتدى يشوفها في الولاد، وابتدى يقول لي انا شايف ان الحل الكويس لينا كلنا انه نرجع تاني ونلم البيت. اكتر حاجه خلتنا متماسكين ببعض ان احنا بنحب بعض جدا، دي اكتر حاجه. الحاجه الثانيه الولاد ونفسيتهم دايما مش مظبوطه في عدم وجودنا احنا الاثنين. انا ممكن اكون مرتاحه، طب ابني مش هيكون مرتاح. اي حد فيه حاجات، فيه صفات مش كويسه، فيه صفات وحشه وصفات كويسه، يعني فيه ايجابيات وفيه سلبيات في اي انسان. فابص الايجابيات، طب انا لما اتطلق هل مثلا هتجوز حد غيره؟ ما هو الحد غيره ده هيبقى فيه سلبيات برضه كراجل وست، انا فيها سلبيات وهو فيه سلبيات، انا لازم اتحمل سلبياته عشان عنده ايجابيات تانية بتعوض، وهو لازم يتحمل سلبياتي عشان عندي ايجابيات تانية بتعوض. اولا جو الاسره كلنا كنا مبسوطين بيه، ولادي كانوا مبسوطين بيه جدا. كان بيجي من شغله مش عايزين، هو ولا عايزين يخشوا يناموا ولا عايزين يسيبوه يدخل حمامه ويدخل اوضته ويدخل يغير هدومه، لا هم فرحانين جدا بوجود بابا في وسطينا يعني، اللي هو في اي مكان رايح الشقه في الشقه هو ماشي، الولاد ماشيين وراه، اللي هو احنا فرحانين بوجودك جدا. خارج يجيب حاجه من بره الولاد معاه، عايزين معاه، هم خارجين يجيبوا حاجه، تعالى معانا يا بابا. يعني احساس الولاد بوجود باباهم في البيت كان فارق جدا معاهم، وانا كمان احساس الراجل انه موجود معايا في البيت ده برضو فرق معايا جدا، كنت مبسوطه جدا بوجودي.